أثناء لقائه المهدي جمعة، أوباما يؤكد دعمه للانتقال الديمقراطي في تونس ويشيد بمجهودات الحكومة المؤقتة. إقرار جملة من الإجراءات لمساعدة الفلاحين على ترويج منتجاتهم من الحليب مع مراجعة كلفته. المقاولات الصينية والكورية المتعاهدة بإشغال المجمع الكيميائي لمضيل اثنين تهدد بفسخ عقدها وخسائر مالية كبرى قد تترتب عن هذا الانسحاب. مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. التقى منذ قليل رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لقاء نكد خلاله الرئيس الأمريكي مساندته ودعمه لتونس في مسارها الانتقالي، كما أشاد أوباما بالمجهودات التي تبذلها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس. وينتظر أن تنتج عن زيارة جمعة إلى واشنطن اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والمالية والتشغيل والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا. محاور ثلاثة انبنت عليها زيارة مهدي جمعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد الانتهاء من المحور الاقتصادي والمحور الأمني تم المرور إلى محور التعليم العالي والبحث العلمي، ليتم الاتفاق على إحداث لجنة دائمة تونسية أمريكية تهتم بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، أعضاؤها من الطرفين التونسي والأمريكي، لجانب دعم تعلم اللغة الإنجليزية لأصحاب الشهادة العليا والعاطلين عن العمل زمن المنتظر قدوم فريق من الولايات المتحدة في شهر جوان لمتابعة مختلف هذه المشاريع، في حين تتجه النية إلى عقد قمة عالمية حول بعث المشاريع وروح المبادرة لتشجيع الشباب على بعث المشاريع، وذلك سنة 2015. ومن المشاريع الحينية ترفيع في قيمة المنح الجامعية للطلبة التونسيين الدارسين بالولايات المتحدة الأمريكية. باش يوفروا 10 ملايين دولار منح جامعية علاوة على البرنامج الموجود توا اللي هو أيضا 10 ملايين دينار منح جامعية، معناتها مجموع الكل 20 مليون دينار أمريكي دولار 20 مليون دولار، مجموع 10 زائد 10 باش ينتفع منها 400 طالب تونسي في السنوات القادمة. معناتها هذه نتيجة إيجابية، وكما تعرفوا الفكرة هي نجمعهم في مثلا تكون معناتها سيمينار دتي في مرحلة تكوينية باش نشوفوا بعد ما قراوا في أمريكا ورجعوا لتونس كيفاش استفادوا من التكوين نتاعهم في أمريكا، ورجعوا باش نحكيوا كيفاش يستفادوا أكثر من التجربة نتاعهم في أمريكا والواقع التونسي اللي هما رجعوا له كل شيء. دونك ما نقولش ريسيكلاج سي بلوس، كيفاش نعطيو معناتها قيمة إضافية للتكوين الأكاديمي في أمريكا والتجربة نتاعهم في تونس. إلى كندا الآن، حيث تم توقيع مذكرة اتفاق تعاون بين المجلس الوطني التأسيسي والبرلمان الكندي للاستفادة من الخبرة الكندية في هذا المجال. التوقيع تم في البرلمان الكندي إثر زيارة أداها وفد برلماني تونسي للبرلمان الكندي وبدعوة منه. الزيارة للبرلمان الكندي توجت بتوقيع مذكرة اتفاق تعاون بين المجلس الوطني التأسيسي والبرلمان الكندي للاستفادة من الخبرة الكندية في كل ما يخص النشاط البرلماني. نحن سعداء جدا بهذه الفرصة للعمل مباشرة مع نظرائنا التونسيين. سنقوم بكل ما في وسعنا لتبادل خبراتنا مع التونسيين لترسيخ الديمقراطية. لمسنا استعداد كبير باش كندا بالمؤسسات متاعها تقف إلى جانب تونس. يهمنا احنا بصفة خاصة يعني على مستوى المجلس الوطني التأسيسي وخاصة للبرلمان القادم اللي باش يجي بعد الانتخابات، كونوا العلاقات هذه تكون علاقات وطيدة لأن عندهم تجربة قديمة في الديمقراطية، قاعدين نشوفوا المؤسسة نتاعهم كيفاش تخدم، مستعدين باش هالتجربة هذه يجيبوها لتونس وتبادل خبرات تبادل وفود، وهذا ان شاء الله يكون في المستقبل القريب. وخلال هذه الزيارة للوفد البرلماني التونسي، طالب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الكندي باسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة الموجودة بكندا.
سعيد جدا بالعلاقات الجيدة التي تجمعنا بتونس مما يجعلها من أصدقاء كندا، وسنعمل على تطوير الشراكة وفرص العمل المتبادلة وتطوير العلاقات الثنائية. اللقاءات في البرلمان الكندي، ولئن كان هدفها بالأساس التعريف بالتجربة الديمقراطية التونسية الحديثة، فقد كانت فرصة أيضا لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمعاضدة جهود تونس في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. العلم التونسي رفرف اليوم في ساحة البرلمان الكندي احتراما للتجربة الديمقراطية التونسية الوليدة، احتفاء تترجم بكل هذه اللقاءات مع أهم الوجوه البرلمانية الكندية للتعريف بالدستور التونسي الجديد. للوطنية الأولى ليلى جوادي من أمام البرلمان الكندي أوتاوا. في موضوع آخر، وإثر تشكيات عدد من الفلاحين من عجزهم عن ترويج إنتاجهم من الحليب، نظرت اليوم الأطراف المكونة للجنة 5+5 المجتمعة برئاسة الحكومة بالقصبة في التوجهات العامة لسياسة الفلاحية للبلاد، واتفقت على حلول تقلص من مشاكل المنظومة الفلاحية ككل. كميات هامة من الحليب يعجز عدد من الفلاحين عن ترويجها، لتكون ردة الفعل سكب هذا الفائض من الحليب وإتلافه على قارعة الطريق. والحمد لله عام صعبة، ووفرت الانتاج معنا نتيجة الأمطار والحشيش وغيرها، وهذا بالطبيعة ما كناش معنا مهيئين ليه برشا في طريقة معنا التصرف في وفرة الانتاج، ولكن لابد أن نجد حلول. إتلاف الفلاحين كميات من الحليب إشكال طرح خلال جلسة عمل برئاسة الحكومة، توصل إثرها المشاركون إلى حلول قد تساعد الفلاح على ترويج منتوجه من الحليب. مش تعقد معناها لجنة فرعية معناها مش تنبثق مع الوزارات المعنية في معناها دعم التصدير. المصدرين نشجعهم أكثر باش ونحسوهم باش يصدروا أكثر حليب، وكيف كيف نحسوا معمل التجفيف باش يجفف أكثر حليب باش يمتص الزيد هذا يمتع الحليب اللي هو سولو مارشي. اللجنة التي سيتم أحداثها ستعهد لها دراسة كلفة إنتاج الحليب ومراجعتها. الكلفة متع الحليب إذا كان أكثر من الثمن اللي بيع به الفلاح، دونك راجعوا الثمن اللي بيع به الفلاح راجعوه للمستوى أعلى، لخاطر الكلفة هذه ما وقعتش معناها دراستها بصفة معمقة. لجنة أخرى تم الاتفاق على تشكيلها تعنى بالنظر في منظومة الدعم حتى يشمل الفلاح مباشرة. اليوم الدعم يشكو من الدعم مش موجه لمستحقيه ولاستهداف يعني الفلاح، أن الدعم غير مباشر ودعم مباشر. اللجنة هذه باش تصير بين الاتحاد والحكومة وبعض المتداخلين لإعادة النظر في تصور جديد لمنظومة الدعم. حلول اتفقت بشأنها الأطراف المكونة للجنة 5+5 في أول اجتماع لها من أجل إعادة النظر في التوجهات الكبرى للسياسة الفلاحية في تونس. أخذت صفقة توريد زيت الزيتون من إسبانيا حيزا كبيرا من نقاشات فلاحي ولاية صفاقس لما سينجر عنها من منافسة غير متوازنة للزيت المحلي، خاصة وأن الزيت الإسباني يباع بثمن أقل بكثير من الزيت التونسي. صفقة توريد زيت الزيتون من إسبانيا ما زالت تثير ردود أفعال لدى الفلاحين وأصحاب المعاصر بولاية صفاقس. الفلاحون أكدوا خطورة هذا الإجراء. اليوم يجي سي الفلاح يلقى سي المؤسسين هذول اللي جابوا لنا زيت من إسبانيا ومش يبيعوا لنا زيت ب 2000 فرنك واخذينها ب 2000 فرنك، قدوة مش يتحكموا في الفلاح. مش يقول لي يا أما أنك تبيع ب 2000 فرنك يا أما أنا ما عنديش وين نحطها عندي أنا زيت. استيراد الزيوت من اسبانيا خلانا في حاله قعدنا نتفرجوا برا ما عادش نجموا نخدموا بالكل، لان الزيت المحلي ما عادش خارج بالكل، السنه ما فيش جوده باهيه. جابوا لنا زيت من برا يبيعوا فيه بدو دينار حاجه كيما هكا، معناها والكلفه في تونس تتكلف ممكن فوق ال 5000. اليوم تخلق في منافسه للمنتوج نتاعك يا تونسي ببضاعه واللي بمادة معناها مدعمة في بلد المنشأ نتاعها، وهذا حتى يتنافى مع شروط المنافسة. الاستعداد للموسم القادم لجني الزيتون يبدأ منذ هذه الفترة حسب الفلاحين، خاصة مع بوادر موسم استثنائي. عندي قطعة نتاع زيتون بعيدة شوية نمشي لها كان وقت الخدمة ولا وقت الصاب، 3 سنين نمشي ما نهزش منها حتى كعب، معناها يجمعها جيران. المرة هذه وصلت نلقاه يحجم فيها ملوط يقص فيها قصة.
بوادر إن شاء الله صابة قياسية بحول الله إن شاء الله، يا ربي يسترها من العاهات، وإن شاء الله الديوان يفيق لنا شوية ويعطينا شوية دواء نداوى شوية باش تجينا الجودة باهية. الأمن يجب يتوفر لحماية صابة زيتون إن شاء الله في العام الموسم المقبل، لولا اثنين نظرا ننتظروا أن باش تكون كميات وفرة، وهونية نطلبوا من الدولة باش تقوم بتفعيل ديوان الزيت باش يتدخل طرف لتجميع جزء من الصابة هذه. هي إذن تحديات ترفع في وجه الفلاح ومشاكل تحاصر القطاع الفلاحي وأمال تعلق لتحسين مردودية الانتاج والاستثمار في هذا القطاع. لأكثر من 3 أشهر يتواصل تعطل أشغال إنجاز الوحدة الثانية من المجمع الكيميائي لنظيل 2، وسبب اعتصام أكثر من 250 عاملا مطالبين بالإدماج عند دخول الوحدة طور الإنتاج. المقاولات الصينية الكورية المتعهدة بالأشغال هددت بفسخ العقد مع الجانب التونسي إذا لم تستأنف الأشغال قبل 15 أبريل الجاري. يواصل أكثر من 250 عامل اعتصامهم بالوحدة الثانية للمجمع الكيميائي بالمذيلة منذ أكثر من 3 أشهر مطالبين بإدماجهم صلب هذه المنشأة عند دخولها طور الإنتاج، متسببين في تعطل إنجاز هذه الوحدة الصناعية لإنتاج الأسمدة الكيميائية التي تقدر تكلفة إنجازها ب 600 مليون دينار. مطلبنا احنا هو الإدماج الآلي، هذا المطلب الوحيد اللي تناقشنا فيه وتفاوضنا فيه وما وصلناش به للحل. بالنسبه لنا احنا مواصلين في اعتصامنا، احنا حالين يدينا للحوار، تفضلوا في كل وقت يحب يحاورونا يتفضل لنوصلوا للحل. اذا كان ما تسكر باب الحوار الغالبه بالنسبه لنا احنا ما تحملوش حتى مسؤوليه. قال لك ادخل المناظره وانا نعمل لك عمليه تمثيل ونزيدك بونيس ونحيلك التغطيه الاجتماعيه، لكن هذا ما يلبيش طلبات الخدامه كل. علاش انا هو بون ممكن يهز من 20-30 والباقي تتقسى. 15 أبريل القادم موعد حددته المقاولات الكورية الصينية لفسخ العقد الذي يربطها مع الأطراف التونسية والتخلي عن إتمام إنجاز هذا المشروع في حال لم تستأنف الأشغال. أجال حاولنا الاستفسار عن مدى جديتها من يمثل هذه المقاولات فلم نتمكن من أي رد، وليرد التوضيح من طرف والي الجهة عن تبعات هذا الإجراء. ضمن ال 15 فريد يا اما ثم شكون ماشي ينسحب ويروى، يا اما ثم شكون ماشي يولي يعاود معناها العقد، والعقد راهو يتكلف باثمان باهظه بالنسبه لتونس، وهذا ما يعقلش، مئات المليارات هذا ما يعقلش. ولذا احنا قعدنا نتحاوروا مع الاطراف، حاولنا زاد باش نشوفوا معهم حتى امور تنفيل بالنسبه لهؤلاء الافراد، لكن باقي هما مازالوا شادين معناها في امور طلبات تعجيزيه. معمل المظيل 2 لانتاج الاسمده الكيميائيه الذي كان من المفترض ان يدخل طور الانتاج الفعلي هذه السنه سيكبد الدوله التونسيه خسائر فادحه في صوره تخلي المقاولات الكوريه الصينيه عن اتمام انجاز هذا المشروع. نفى نائب محافظ البنك المركزي محمد رقيق ما تم ترويجه من إشاعات حول عجز الدولة عن صرف أجور الموظفين خلال المدة القادمة. كان ذلك خلال اجتماع نائب محافظ البنك المركزي برئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي بالمناسبة أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد دقيق، لكنه ليس بالخطورة التي تسوق لها بعض الأطراف مبرزا وجود تنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لإيجاد مصادر تمويل خارجية للميزانية. تابع رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي اليوم التطورات الأخيرة في خصوص تواصل غلق المعبر الحدودي راس الجزير بولاية تطاوين لدى لقائه بوزير الداخلية لطفي بن جدو، وذلك في إطار متابعة الوضع الأمني العام بالبلاد. وأكد المرزوقي ضرورة تعاضد جهود كل الأطراف لتحقيق التنمية في كافة المناطق الحدودية للبلاد وحفز الاستثمار فيها عبر إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين التونسي والليبي. وشكل الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب التونسي أبرز محاور اجتماع رئيس الجمهورية المؤقت القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد منصف المرزوقي بوزير الدفاع الوطني غازي الجريبي. وأوضح وزير الدفاع أن كافة قوات الجيش الوطني المتمركزة بكامل المنطقة الحدودية العازلة بالجنوب تسهر على ضمان حرمة التراب الوطني وسلامته وتعاضد جهود الأمن في التصدي للتهديدات الأمنية. وأطلع الجريبي رئيس الجمهورية المؤقت على آخر الاستعدادات لعقد الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجيوش. أكد مدير عام الجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة سليم البريكي أن وزارة الداخلية أوردت في تقرير لها أن أكثر من 150 جمعية ومنظمة
تدعم وتمول الإرهاب. وأكد سليم البريكي أن رئاسة الحكومة بصدد تكوين لجنة خاصة لمراجعة المرسوم 88 المنظم للجمعيات. بعد دوامة من الاتهامات والنفي بشأن الشبهة في نشاط عدد من الجمعيات، وزارة الداخلية تقطع الشك باليقين وترفع تقريرا لرئاسة الحكومة تؤكد فيه أن أكثر من 150 جمعية ومنظمة تنشط تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي متورطة في دعم وتمويل الإرهاب. الحقيقة هو العدد رغم نجموش نحصروه يعني بشكل معناتها كافي، لكن عندنا بعض المعطيات اللي تقول أكثر من 90 معاش أنا جمعية من أنصار الشريعة، أكثر من 20 جمعية يمكن أعضائها يكونوا عايدين من بؤر التوتر أو يكونوا من متورطين يعني في تسفير للجهاد أو غيره، أكثر من 10 جمعيات اللي يكون تمويلاتها معناتها أجنبية ومشبوهة، أكثر من 30 جمعية تلقى مشرف فيها من الناس المتشدين. مدير عام الجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة أكد أن رئيس الحكومة أمر بالتعامل بكل حزم مع كل من تورط في زعزعة استقرار البلاد، معلنا عن تكوين لجنة مختصة لمراجعة المرسوم 88 المنظم للجمعيات. فما فريق عمل قاعد يتشكل وينظر في بشكل سريع تقديم المقترحات اللازمة وصياغة هالقانون معناتها اللي باش ينقع مرسوم 88 بالشكل المطلوب، اللي ماناش باش بيان سور نمسوا فيه حرية تكوين الجمعيات وحرية المجتمع المدني، بل بالعكس دفاعا عن المجتمع المدني. نائب رئيس المركز التونسي لدراسة الأمن الشامل من جهته أكد أنه وفقا لدراسات قام بها المركز فقد ثبت أن عددا من الجمعيات تقوم بدعم المجموعات الإرهابية تحت غطاء قانوني، لكن هذا الغطاء تحته أعمال تمد الإرهاب بالامدادات اللازمة سواء كان بالأموال أو بالبضائع أو بالمؤن أو بالأغذية أو حتى بالسلاح وهذا والأموال خاصة، وهذا بالحق موضوع خطير جدا. سعيا إلى تضييق الخناق على نشاط هذه الجمعيات قررت وزارة المالية استنادا إلى قانون 2013 تجميد كافة ممتلكات الجمعيات والأفراد المتورطين في تمويل الإرهاب، خطوة ولئن اعتبرها العديد من المراقبين مهمة فإنهم أكدوا على ضرورة تضافر كل الجهود لاستئصال خلايا الإرهاب. حضرت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ليلى بحرية من فشل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية موفى السنة الجارية وفق ما ينص عليه الدستور، وذلك في حال عدم البت في القانون الانتخابي في أقرب وقت ممكن، داعية في ندوة صحفية إلى تعديله قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي. تفاصيل تقنية تجعل من نص مشروع القانون الانتخابي مفتقدا لأبسط المعايير وخارقا بشكل واضح للمبادئ الإجرائية للقانون التونسي. إلى هذه النتيجة انتهى مرصد شهد بعد قراءة في 170 فصلا تشمل جميع مراحل العمل الانتخابية، قراءة توجت بعدة مقترحات لتعديل بعض الفصول منها الفصل الخامس الذي يخص صفة الناخب بمقتضاه تمنع فئات معينة من التسجيل بسجل الناخبين ومنهم المحجور عليهم لجنون مطبق. هنا أتساءل كيف ستراقب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن حكم التحجير هو لجنون مطبق. وبعد تمعن في الفصل السادس وفي الفصل 165 تحدث أعضاء المرصد عن ما يشبه التضارب، مرة يقع التنصيص على أن التسجيل إرادي ومرة يرجع النظر إلى الانتخابات الماضية. إذا كان السجل إراديا بمناسبة انتخابات مجلس الوطن التأسيسي باش نعتمدوا السجل ذاك، فإنه هل أنه الناس اللي رسمت إراديا في الانتخابات الفارطة مطالبة باش ترسم إراديا تبقى الفصل 6 في الانتخابات القادمة أم لا؟ إذا كان مش مطالبة بالترسيم معناها يكون أسمائهم حاضرة في سجل الناخبين على أساس انتخابات 2011 فهذا يسمى تسجيلا آليا. عضو المرصد ناصر الهرابي قال إن في الفصل 17 مبدأ غريبة يتقاضي على درجتين، وإن في الفصل 38 تأكيد على تزكية قد يعجز ماديا بعض المترشحين على جمعها. بعض الأحزاب اللي هي مترشحة معناها ما عندهاش هي الفكتيف بيدو معناها عندها 10,000، يعني تم أحزاب داخل، لكن أنت ديما المشرع يلزم يخلي الإمكانية للأحزاب الصغيرة حتى هي باش تحاول أن هي تطور من روحها وتحاول تقدم من انتخابات إلى أخرى. فصول كثيرة من الفصل 70 أوردت تفاصيل عن مهام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في العملية الانتخابية وفي علاقتها بوسائل الأعلام،
الهيئة التي أوكل لها وفق التقديرات تحديد القوانين وتقسيم الأدوار وحتى المراقبة. ثم فيما بعد في تسليط العقوبات وفي الجزاء معناها ولات هي عندها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية معناها هي اللي باش تفصل في الخلافات، وهذا معناها يتجاوز صلاحياتها ويدخل في الصلاحيات اللي هي موكولة لهيئة الانتخابات، لأنه هيئة الانتخابات هي الطرف المنتخب. مشروع القانون ورغم هذا النقد ليس بمسودة أولى حسب عضو المجلس التأسيسي هلا الحامي، بل خلاصة مجهود أعضاء لجنة التشريع العام وجلسات إنصاتها المطولة مع المجتمع المدني. العملية هي مصدر من مصادر شرح القانون والأولية، يعني أرجع يا سيدي المداولات، احنا تقدمت لنا 473 مقترح تعديل، واللجنة اليوم معناتها ما حضرتش خطر عليا معناتها تبوب في هذه التعديلات، وبالتالي عملية أنا نتصور أنه معناتها أكثر حاجات اللي ذكرت تو باش نلقاو لهم في مقترحات التعديل. مشروع القانون الانتخابي قدم وفق مختلف وجهات النظر عملا إنسانيا فيه مسائل تستحق المراجعة بشكل عاجل. وعلى هامش ندوة صحفية لمرصد شاهد قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه لا مجال للتفكير في خرق الدستور بالحديث عن نقص في الإمكانيات، وحذر من مخاطر تهاون الأطراف التي ستشارك في أعداد الانتخابات القادمة. حذرت من شيء اللي راهو في تو من يوم 1 أفريل دينا في العد التنازلي، وفما ناس ماهيش واعية وماهيش فايقة اللي رانا في بدينا ندخل لمنطقة الخطر. راهو الهيئة بقدر ما تعمل على تدارك بعض التأخير راهو ما تنجمش تحمل كل شيء، وخايفين من شيء هو تحميل الهيئة في آخر مطاف، فشل الناس الفاعلين اللي مبدئيين يجب أن تسهر كذلك من جهتها على الاستعداد كما يجب للانتخابات. كلهم تقصد ناس فاعلين؟ السياسيين، كل من له دخل في هذا يجب أن يعمل. نزيد نأكد راهو الانتخابات كانت تتجاوز 2014 راهو هذا بداية إسقاط الانتقال الديمقراطي. لا يزال موضوع جمع نفايات الأنشطة الطبية ومعالجتها يؤرق العاملين في القطاع الصحي، وقد شكل هذا الموضوع محور ملتقى توعوي حول التصرف في هذا النوع من النفايات، ملتقى تم خلاله تقديم المشروع الجديد للتصرف في النفايات الطبية والذي دخل حيز التنفيذ منذ السنة الفارطة. أكثر من 16 ألف طن من الإبر والحقن وبقايا القطن الملوثة وغيرها من النفايات الطبية تفرزها المستشفيات العمومية والخاصة كل سنة، كميات كان مصيرها قبل سنوات قليلة إما الحرق أو الإتلاف العشوائي قبل أن يفتح المجال لعدد من الشركات الخاصة لتجميعها والتصرف فيها. سندس بن نور واحدة من الذين تحصلوا على رخصة لبعث شركة مختصة في المجال. النفايات هذه نفايات خطيرة، وانا اللي جاتني خاطر خاصه في سليانة عندنا مشكله نتاع البربيشه، معناها كل اللي يتعرضوا هما اكثر عباد قاعدين يتعرضوا للخطر ذي. سندس عرضت اليوم تجربتها في هذا اللقاء الذي تم خلاله توعيه الفاعلين في القطاع باهميه الانخراط في مشروع النهوض بالتصرف في نفايات الانشطه الصحيه الذي دخل حيز التنفيذ السنه الفارطه. هو مشروع على 5 سنوات انطلق منذ السنه الفارطه ويمتد حتى سنة 2017 أخر شهر ماي 2017، والتوتال نتاع البروجي 16.7 مليون دولار، منها 5.5 مليون دولار هبة من الصندوق العالمي للبيئة. المشروع هذية عاوننا باش ننسقوا ما بين بعضنا كوزارة البيئة ووزارة الصحة والهيكل المعنية بكل لتحسين وإحكام التصرف. ومن أهم الحاجات اللي صارت في وزارة الصحة والإنجازات هو أنه حلينا اعتمادات خاصة، معناها للتصرف، اعتمادات ميزانية خاصة للتصرف في هذه النفايات. وإن شاء الله يكون تشجيعات في أحداث محطات للتصرف النفايات هذه اللي تكون موزعة على جميع الأنحاء معناتها الوطن متاعنا، اللي خاطر وليت معناتها واجب هذا. تعميم الشركات المختصة في التصرف في النفايات الطبية والتشجيع على بعضها في المناطق الداخلية بالإضافة إلى دعم قدرات الموارد البشرية المختصة في هذا المجال، مطالب يؤكد المختصون أن مشروع النهوض بالتصرف في النفايات الطبية لا يمكن ترجمته على أرض الواقع دون تحقيقها. أقرت جلسة عمل وزارية عقدت برئاسة الحكومة اعتماد الخطة المقترحة لتطوير القطاع السياحي المنبثقة عن الدراسة الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع وأحكام متابعة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى إنجاح الموسم السياحي، كما تم الاتفاق على تخصيص اعتمادات إضافية قدرها 13 مليون دينار لفائدة ميزانية الترويج لسنة 14/2000 وإحداث مرصد وطني يتولى وضع قاعدة معطيات حول القطاع ومتابعة مؤشراته الأساسية.
وفي ميناء حلق الواد الذي رست على رصيفه صباح اليوم باخرة سياحية بريطانية حملت على متنها 400 سائح انجليزي، عدد استبشر بقدومه العاملون في قطاع السياحة ونادوا بمزيد العمل على مضاعفته. بأياد رسم عليها العلم التونسي وعبارات الترحيب بمختلف اللغات، استقبل السياح الوافدون على ميناء حلق الواد، حيث رست صباح اليوم باخرة بريطانية على متنها 400 سائح إنجليزي. اختاروا تونس وجهتهم لاهتمامهم بما تحويها من آثار ومتاحف. اختار بعضهم التجول على الجمال والتقاط صور للذكرى، فيما حث البعض الآخر الخطى في اتجاه آثار دقة ومتحف باردو. أحب هذا البلد الجميل، فلكم متاحف رائعة وتاريخ عظيم. أنا مهتم بزيارة بلدان شمال إفريقيا، فأنا لا أعرفها، ولقد اخترت تونس لأنها البلد الأهدأ وأشعر فيها بالأمان. استقطاب 600 ألف سائح هذه السنة هو ما يطمح إليه العاملون في قطاع سياحة البواخر البحرية، قطاع شهد ركودا كبيرا على امتداد السنوات الثلاث الماضية. الشركات تخرج تمشي علينا أكثر من اللي تجي، إن شاء الله في 2015 و2016 فهمتي نعاودوا ونرجعوا النفس القديم هذايا ونرجعوا لهم الثقة في تونس ويرجعوا يتوافدوا على ميناء حلق الواد إن شاء الله. اللي احنا نشوفه من عام 2010 إلى يومنا هذا تقلص العدد السياح من 900 ألف ولا 850 ألف إلى أقل من 400 ألف، وهذا مؤشر خايب. إن شاء الله نتداوى في العامين القادمين إن شاء الله. دعم نشاط سياحة البواخر البحرية في المحافل الدولية هو ما ينتظره العاملون في هذا القطاع من سلطة الإشراف. تسلمت الحماية المدنية عددا من الوسائل والتجهيزات التي تم اقتناؤها. العملية تهدف إلى تجديد الأسطول، حيث تعتبر هذه المعدات من أكبر الاقتناءات التي تحصلت عليها الحماية المدنية منذ انبعاثها. اقتناء عدد من شاحنات الإطفاء والمعدات يأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة للحماية المدنية لتعزيز وتجديد الأسطول من وسائل تدخل وتجهيزات، وذلك لتيسير عمل أعوانها في كامل تراب الجمهورية. تولت الحماية المدنية اقتناء 24 شاحنة إطفاء، هي أكبر صفقة قامت بها الحماية المدنية منذ انبعاثها. 24 شاحنة إطفاء هذه على حساب ميزانية 2012، وتقدر القيمة الإجمالية نتاعها هي 8 مليون دينار. ويسعى المشرفون على الديوان الوطني للحماية المدنية إلى تجديد كامل أسطولها قبل نهاية سنة 2015. الفترة القليلة القادمة هنالك 31 شاحنة إطفاء إن شاء الله قادمة للحماية المدنية، وتندرج في إطار ميزانية 2013، قيمة نتاعها 10 مليون دينار. الصفقة هذه فيها 31 شاحنة إطفاء، منهم 9 شاحنات إطفاء حاليا موجودين في ميناء رادس، وإن شاء الله في الفترة القليلة القادمة يوصلوا معناتها بقية الباقية. بالنسبة للميزانية 2014، كيف برمجة القيادة اقتناء 20 سيارة إسعاف و33 شاحنة إطفاء وعديد التجهيزات الأخرى منها سيارات غوص وسيارات رباعية الدفع. تأتي هذه الدفعة ضمن مجموعة هامة من التجهيزات التي تحصلت عليها الحماية المدنية، إلى جانب تعزيزها بحصولها على هبة ألمانية متمثلة في عدد من وسائل النقل والإنقاذ. الثمانينات هي فترة الجيل الأول من المستثمرين التونسيين في السنغال. من هؤلاء المستثمرين قابلنا واحدا في العاصمة داكار، فتحدث لنا عن فرص التجارة في تلك الفترة وممهدات النجاح فيها. هنا أنشأ فتحي بن عياد مركزا لبيع المكاتب الإدارية والأثاث المنزلي في السنغال منذ 30 سنة خلت. عشرية ثلاث لا زالت بدايتها في الذاكرة. من الأول كانت ياسر صعيبة، صحيح على خاطر معنا لا أهل ولا مالي ولا أحباب ولا أخوات ولا أصحاب ولا حتى حد ولا عائلة. وصلت في وقت من الأوقات فعلا ما عنديش حتى باش نشري حليب لصغاري. تقبلت السهل والصعب وكل شيء عدينا، والحمد لله لقيت رجال ورايا. مثابرة العائلة وإصرارها على النجاح مكنها من كسب أهم الأسواق السنغالية. عملت 19 سنة إدارة والحمد لله نجح، وديما نجح بقدرة ربي. كيف احنا كما كل امرأة وكل تونسي. بعد 30 سنة من الوجود في السنغال، فيما يفكر بن عياد؟ تونس عملوا مارشاريير نجموا يعملوا مارشان افون توا دون كلك برودوي با كوم افون.
تراجع الوجود التونسي التجاري منه والصناعي في إفريقيا جنوبية الصحراء بشكل عام وبالسنغال بشكل خاص ينسبه العارفون بالخصوص إلى غيابنا السياسي عن القارة السمراء لعدة عقود. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش زيارة قام بها اليوم إلى المغرب أن بلاده ستعيد النظر في دورها صلب مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية نتيجة الخطوات السلبية التي اتخذها طرفي المفاوضات، كما حصلت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وأصيب جراها عدد من الفلسطينيين بجروح. تلكه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين، دفع بالسلطة الفلسطينية إلى التقدم بطلبات الانضمام إلى الهيئات والاتفاقات الدولية. قرار خرج على إثره عدد من الفلسطينيين إلى التظاهر بالقرب من سجن عوفر للمطالبة بالإفراج عن السجناء. قابلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم وفتح النار عليهم مما خلف عددا من الجرحى. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش زيارته إلى المغرب إن بلاده ستعيد النظر في دورها بخصوص مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. الولايات المتحدة ليست قادرة على كل شيء فيما يخص التسوية في الشرق الأوسط، دورها يبقى محدودا إذا لم يكن المشاركون فيها جاهزين للخطوات البناءة من أجل إنجاح المفاوضات. ولسوء الحظ اتخذ الطرفان خطوات غير مفيدة، على واشنطن أن تقيم موقفها من جديد وتحدد ما يمكن عمله وما لا يمكن فعله في تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط. كبير المفاوضين الفلسطينيين أبو عريقات أرجع تعثر المفاوضات إلى عدم اعتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية في حدود سنة 67 و900 و1000 وعدم إيفائها بالتزاماتها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بذل جهودا كبيرة ونحن نقدر التزام الإدارة الأمريكية بالوصول إلى حل الدولتين، لكن يبقى القرار بيد الفلسطينيين والإسرائيليين. لقد قطعنا أشواط هامة في المفاوضات وعبرنا عن اعترافنا بإسرائيل، في حين إلى الآن لا زلنا ننتظر من أي مسؤول إسرائيلي أن يقر بالدولة الفلسطينية في حدود سنة 67 و900 و1000. يبدو أن عودة مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ستبقى رهينة ما ستقرره الإدارة الأمريكية في قادم الأيام وما سيقدمه الطرفان من تنازلات. اتخذت القوات المصرية إجراءات جديدة بعد الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد والتي راح ضحيتها قتيل وخمسة جرحى، حيث رفعت من نسق التعزيزات في محيط جامعة القاهرة وميادين التحرير ورابعة والاتحادية، وطوقت قوات الجيش والشرطة مداخل محافظات القاهرة والجيزة عبر نشر نقاط تفتيش فيما قرر مجلس جامعة القاهرة السماح بدخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة كتدبير وقائي. يأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس الوزراء المصري قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب تم رفعه إلى الرئاسة لاعتماده. قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية سيغريد كاخ إن سوريا جمعت نحو 40% من ترسانتها من تلك الأسلحة في حاويات لنقلها خارج البلاد وتدميرها. وكانت سيغريد كاخ قد أبلغت مجلس الأمن بأن دمشق بإمكانها أن تلتزم بتعهداتها السابقة بخصوص نقل أسلحتها الكيميائية قبل انقضاء المهلة المحددة في 24 من الشهر الجاري. في الأثناء حذر سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري من أن الحكومة السورية قد تضطر إلى تأجيل شحن الأسلحة بسبب المعارك العنيفة الدائرة باللاذقية. في أفغانستان قتلت صحفية أجنبية وأصيبت أخرى بعد أن أطلق شرطي أفغاني النار عليهما، وتعرضت الصحفيتان إلى الطلق النري عندما كانتا صحبة موظفي الانتخابات عند نقل صناديق الاقتراع إلى بلدة تاناي بإقليم خوست على الحدود مع باكستان. وتعمل صحفيتان بوكالة الأنباء الأمريكية أسوسايتد بريس، والتي أكدت أن المصورة الصحفية التي قتلت تحمل الجنسية الألمانية، أما المصابة فهي أمريكية الجنسية حسب المصدر ذاته. ونعود مشاهدينا الكرام إلى لقاء رئيس الحكومة المؤقتة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومعنا مبعوثة الأخبار إلى الولايات المتحدة الأمريكية مليكة الجباري. مليكة،
أهلا وسهلا. أهلا بك ملكة، هل من تفاصيل جديدة حول هذا اللقاء؟ شكرا، مرحبا بك وبكافة المشاهدين الكرام. اللقاء انتهى منذ لحظات كما شاهدتم على شاشات التلفزيون. أهم فيه أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشاد بالانتقال الديمقراطي وبالخصوص بالدستور التونسي، وأشاد بحقوق المرأة والشباب، وقال أيضا أن تونس هي نموذج من حيث تركيز دعائم الديمقراطية. باراك أوباما أيضا عبر عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية عما وصفه بالدعم القوي لتونس ولمسارها الديمقراطي. هناك إقبال تركيز كبير في هذه الزيارة على الجوانب الاقتصادية، وربما هذا يعود إلى أن تعيش أزمة اقتصادية وهذا واضح. وفي هذا الاتجاه أعلن باراك أوباما عن منح تونس ضمان مالي قدره 500 مليون دولار. هناك إجراءات اقتصادية ملموسة أخرى ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، ومن بينها هناك لجنة ستتحول إلى تونس، لجنة أمريكية اقتصادية خاصة ستتحول إلى تونس في 16 من شهر جوان المقبل، وستزور تونس لتسهيل المبادرات التجارية وتفعيل عديد الاتفاقيات. كذلك الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر أيضا وأعلن أيضا عن تسهيل دراسة الشباب التونسي في الجامعات الأمريكية، وفتح الباب على متر عين بالنسبة لمن يريد عادة زيارة أمريكا للدراسة هناك. من جانب التونسي، رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة عبر عن وصفه بشرف لقاء الرئيس الأمريكي، وعبر عن استعداد عن اعتزازه بما وجده من حفاوة استقبال واستعداد واشنطن لمساعدة تونس على سلاسة الانتقال الديمقراطي وتحقيق قفزة اقتصادية. نعم، أشكرك إذا زميلتي مبعوثة الأخبار إلى واشنطن ملكة الجباري على كل هذه التفاصيل. إذا المشاهدين الكرام، نواصل أخبارنا وننتقل إلى أخبار الرياضة. وضمن ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، سلط المدرب البلجيكي الجديد للمنتخب الوطني التونسي الضوء على برنامج عمله في الفترة القادمة وعلى السبل الكفيلة بتكوين منتخب قادر على رفع التحديات في الاستحقاقات القادمة. في أول ظهور له أمام وسائل الإعلام بعد اختياره لتولي المقاليد الفنية لأكابر المنتخب الوطني لكرة القدم، أكد البلجيكي جورج ليكانس أن هدفه الأساسي هو تكوين فريق جيد ومتكامل بإمكانه المراهنة على أكثر من واجهة لاستعادة ثقة الجمهور الذي يعتبر جزءا هاما في معادلة النجاح، مضيفا أنه قبل التحدي وأن المهمة ليست مستحيلة. سنسعى لتحقيق المصالحة مع الجماهير بعد الخيب الأخير، وما لاحظته خلال اللقاء الودي الأخير بملعب إسبانيول برشلونة ضد المنتخب الكولومبي هو عدد الجمهور الضئيل الذي لم يتجاوز 500 مشجع، وهو عدد محتشم. أنا هنا لقبول التحدي، وهو تحد ليس سهلا بالمرة، وأنا لست من هواة العمل السهل. ليكنس أكد اطلاعه على الوضعية الصعبة للمنتخب في الآونة الأخيرة، مضيفا أن العمل الدؤوب وحده الكفيل بتجاوز تلك الصعوبات. الأمر يتعلق بعمل كبير وطويل الأمد، ولا بد من التحلي بالثقة في النفس ووضع الأمور السلبية جانبا والإيمان بقدراتنا. أما بخصوص مساعد المدرب الوطني، فسيتم الحسم في المسألة بعد دراسة كل الملفات من قبل المدرب الأول للمنتخب. هو خير باش يشوف العباد، معناتها باش يشوف لي زونترينور جون هذوما، يشوفهم شخصيا، يتقابل معاهم، يعمل مونترتيان، وباش يختار ان شاء الله المدرب المناسب اللي باش يساعده، اللي باش يكون البروفيل نتاعو ينجم ياخذ الروليف على جورج ليكانس بعد عامين ولا بعد 4 سنين. وقبل أن يحط الرحالة بتونس، كان البلجيكي جورج ليكانس أشرف في السابق على منتخبي بلجيكا والجزائر وعديد الأندية الأخرى على غرار سيركل بروج وكلوب بروج وشارلوروا. في الثقافة الآن، نقف عند الدورة 9 للفيلم الوثائقي بتونس. الدورة تشارك فيها 5 بلدان ويعرض فيها 22 فيلما. مواضيع الأفلام تتمحور عموما حول البيئة. غوص في قلب الأفلام الوثائقية من خلال النسخة 9 للقاءات الدولية للفيلم الوثائقي بتونس. 22 فيلما من 5 بلدان يشاركون في هذه الدورة التي تسلط الضوء على البيئة. الموضوع البيئة، الإيكولوجي بصفة عامة، لكن كل واحد منهم عنده الموضوع تاعه الخاص والتقنية تاع المخرج. منهم أفلام حلوة
لوفرتور كانت البارح في المسرح البلدي، عملنا فيلم الجورت تاع حمزة العوني، اليوم معنا في المونديال فيلم لوسابل. أفلام وثائقية نجحت في استقطاب عدد من الجماهير ولو بأعداد متفاوتة. حاجة باهية للسينما لينا والدومين متاعنا، معناها اللي كنا نلقاو حاجة معناها تحكي على فيلم دوكيمونتير، معناها سي افونتاج، لكن مازال محصور شوية باللي فيلم الأجنبيين. فكرة ممتازة برشا، يريدها معناها تعمم في المدارس الابتدائية والثانوية. أيام للأفلام الوثائقية تتواصل حتى السادس من الشهر الجاري. إلى عروض الموضة التونسية، فقد احتضنت العاصمة أمس فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الموضة الذي ستقام فيه عروض أزياء لمصممين تونسيين ومغاربة وأوروبيين. هذا المهرجان حسب المنظمين يرنو إلى اكتشاف مواهب شابة في هذا المجال. عارضات أزياء يرتدين مجموعات لمصممين تونسيين شبان أما الجمهور فقد ضم خبراء دوليين في هذا المجال وفنانين وعشاق للموضة. العرض يتنزل ضمن الدورة الثانية لمهرجان الموضة بتونس، دورة تعرف بالقطاع وتعمل على انفتاح المصممين التونسيين على أسواق عالمية جديدة. مهرجان الموضة خول لهم باش يتلقوا مع بعضهم، معناها لقاء ونقاش وخلق فرص لبعث المشاريع المختلطة، وهذه حاجة إيجابية معناها بالنسبة للتوانسة، وأنه يلقوا الفرصة هذه باش لربما يكونوا مشاريع أخرى ولا يطوروا المشاريع متاعهم. أعتقد أن تونس لها عديد العوامل التي تساعد على النجاح، القرب الجغرافي والثقافي والتميز إضافة إلى الاستقرار، يمكن أن يخلق لتونس وضعية وأسواق جديدة. مهرجان الموضة يعمل المبدعون والمصممون والمصنعون فيه على بعث الحركية في قطاع النسيج والملابس في تونس التي تعد خامس مزود لأوروبا في هذا المجال، وتعد هذه المناسبة فرصة لتطوير التبادل الثقافي والخبرات بين دور الموضة في تونس والعالم. نحن نبحث عن الشراكة مع تونس في هذا المجال، فرنسا لها الخبرة ولكن تونس أيضا لها الخبرة في الموضة وهي رائدة، وهو ما يسهل عملية التعاون. هذه التظاهرة تعد فرصة لاكتشاف المبدعين الشبان في مجال الموضة ومحاولة خلق أسواق جديدة للملابس الجاهزة، خاصة وأن هذا المهرجان تشارك فيه عدة دول إلى جانب تونس. منذ سنوات باتت تظاهرة جاز في قرطاج مناسبة فنية وثقافية متميزة تضرب موعدا مع موسيقيين من كافة أنحاء العالم يكتشفهم محبو الأنماط الموسيقية العالمية على ركح تونسي. البارحة انطلقت الدورة التاسعة من جاز في قرطاج. على وقع نوتاتي باخ وإيقاع الموسيقى الأفرو أمريكية، انطلقت سهرة افتتاح احتفالية جاز في قرطاج في دورتها التاسعة، احتفالية تمتد إلى 13 من أفريل الجاري وتنظمها جهة غير رسمية. الدورة كبرت، فهمت الجمهور بتاع جازا كارتاج، فهمت كان من الأول بشوية بشوية فهمت كوننا جمهور به، فهمت يتبع فينا وتولينا عائلة. أنا فيدوفا وإيوكا الأمريكيتان من أصل الكرواتي ونيجيري قدمت عرض الافتتاح، فكانت المراوحة بين العزف الراقي والغناء الممتع. هذا أول حضور لي إلى تونس، حصل لي شرف زيارة بعض المناطق فيها وهي بلد رائع، سعيدة بأن أكون فيه وأقدم معزوفاتي والجمهور أيضا رائع. إنه لشرف كبير لي أن أكون بينكم في هذا البلد الجميل، أنا متحمسة جدا لمقابلة الجمهور الذي دعاني ليشاركني موسيقاي وشعري. وبين حضور وفي دأب على متابعة التظاهرة منذ سنوات وآخر جاء يكتشفها لأول مرة، تنوعت آراء الوافدين على السهرة. إن شاء الله فما فارياسيون باهية، وإن شاء الله معناها يعطيونا حاجات معناها ان بو بلو كرياتيف. ما طوندي با باش يجيو برشا عباد، دونك حاجه باهيه. توتال ديكوفيرت. تري ميستيريو، تري انتريسون. بون، اون فا ديكوفرير انصامبل. سي تو سا نشوف تو ان سيكو في عالم الجو. ليال تسع من الجاز والبلوز، ما تزال تنتظر محبي هذه الموسيقى على ركح احتفالية جاز في قرطاج مع 20 فنانا من العالم.
هكذا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية النشرة، وتذكير بأبرز عناوينها. أثناء لقائه المهدي جمعة، أوباما يؤكد دعمه للانتقال الديمقراطي في تونس ويشيد بمجهودات الحكومة المؤقتة. قرار جملة من الإجراءات لمساعدة الفلاحين على ترويج منتوجاتهم من الحليب مع مراجعة كلفته. المقاولات الصينية والكورية المتعاهدة بإشغال المجمع الكيميائي لمظل اثنين تهدد بفسخ عقدها وخسائر مالية كبرى قد تترتب عن هذا الانسحاب. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.